تعال اديك مثال على يوم كامل تغذيه وتدريب الهدف منه التنشيف. هاخدك معايا رحله تغذيه وتدريب وهقول لك على كل التفاصيل في النظام الغذائي والتدريبي. يلا بينا. بعد ما حسبت احتياجي من السعرات عملت عجز وطلعت احتياجي من الماكروز اللي مكتوب قدامك على الشاشه ده، سواء كان من البروتين كربوهيدرات والدهون الصحيه. باخد اكلي من مطعم صحي علشان بصراحه ما عنديش وقت اطبخ، دي الوجبات، وباخد معاهم سناكس باخدها كامله علشان ما يكونش في فرصه للخروج من النظام. بعد كده بروح النادي، وبما اني مدرب شخصي فبتمرن في الوقت اللي ما فيش معايا عملاء فيه. ده انا بمناسبه درع المليون وكده. بعد التسخين بنبدا تمرين كتف ودراع، ببدا بالكتف الجانبي بعدها الامامي على الكابل، برضو انا بفضل الكابل لان دايما الكابل بيكون المقاومه فيه اعلى. بعد كده بندخل رير دلت كتف خلفي برضو على الكابل، وبعدها شولدر بريس ماشين. بعد كده بندخل على الترايسبس كابل، وبعدين اوفر هيد اكستنشن، واخر تمرين بنقفل بيه الترايسبس بيكون بصراحه حريقه. ندخل بقى نجلد البايسبس، تمرين البايسب كيرل، وبعده كابل، واخر حاجه بنعمل كارديو 20 ل 25 دقيقه. ده كان نموذج ليوم كامل تنشيف تغذيه وتدريب، تقدر تاخد منه الملخص وتطبقه على يومك. صل على النبي، ولو مش متابعني فولو مية صديق.